واخرتها مع ابو الدهب. لازم نخلص منه بقى تامن. هنصبر عليه لحد امتى؟ لحد ما نشهد طبعا. كان حرك ومفتح، بات وصبح زي القطه المغمضه، غوي نومه وقعد تحت الشمس. كان باحسان ياكلها يا اخي. بس خلصنا منه، خلينا نشوف اشغالنا. شهرين دلوقتي ما عملناش غير شغلانه واحده. وانت ولا عاوز تتحرك ولا تتلحلح؟ عايزنك بسهوله كبسه جامده قوي في عرضك. شوف لي طريقه اخد بيها منه احسان. بس كده سيبها عليا شغلانه زي حكايه الانتخابات. يو كل مره تقيطني. انا هجربك المره دي بس. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. على اذنكم. ما تخليك. لا معلش. هو ماله مضروب على قلبه ليه؟ كل اخوانك زعلانين منك. زعلانين ليه؟ ناس وراهم مصاريف وعندهم حلوق مفتوحه. اذا ما كانوش يسدوا مصاريفهم ونسد حلوقهم المفتوحه دي هيتعبوك وهيتعبونا. انا كمان زهقت، يشوفوا لهم حد تاني غيري. دي نغمه جديده ولا ايه؟ اللي تحسبه. يا نسوان تعمل في الرجاله كده؟ طب قبل كنا بنقول حبيب وحيران. لكن دلوقتي ايه اللي مخليك لذيلها وسايب كل اشغالك؟ قبل كده كنت وحيد، ما كانش ليا بيت ولا اهل. كنت ماشي وراكم ومش هممني، ما كانش يهمني بكره. ودلوقتي؟ دلوقتي ابتديت افكر. لو وقعت اللي في الابتح هيعملوا ايه؟ ابني ولا بنتي هيعيشوا ازاي؟ وايه كمان؟ قبل ما اعرفك كنت بخاف من خيالي. انت اللي جرجرتني طريق الشر. الشغلانه دي يا صاحبي مش شغلتي. شغلة ناس صايعين طايعين مالهمش حد يبكي عليهم. دي شغلانه رجاله قلوبهم جامده زي الاسود. رسموا بايديهم طريق حياتهم ومش ممكن يغيروه. انا لازم ابعد عن الطريق ده واشوف لي شغلانه شريفه تعيش منها. والفلوس اللي خدتها من عرق الرجاله هتاكل عليها عوافر اخرى؟ ده دين في رقبتي. قبل ما تمشي من هنا الفلوس دي لازم تتسدد. ضروري هسدده. ايه ده؟ انت ناوي تسيبنا صحيح ولا ايه؟ انا ما اتخلقتش الشغلانه دي كده. طب احمد ربنا ان ما حد سمع غيري. قول لي شغلانه الليله هتعمل فيها ايه؟ ناجلها وتصرف انت. اسمع ما اقول لك بقى، انت دخلت بينا راجل وخليك للاخر راجل. وضب الشغلانه دي انت هتكسب منها قرشين كويسين قوي تسد بيهم دينك، علشان لو جيت تسيبنا تبقى تسيبنا بشرف. وهو كذلك. املى. فرضك بلاش. هتكلم هتكلم. اسمك ايه؟ احسان. واسم جوزك؟ ابو الدهب. كلمي. المباحث. أنا أحسان مرات أبو الدهب. أيوة تعرفه؟ طبعا يعرفه. جوزي هيقوم الليلة بعملية تهريب جامدة. تقابلني؟ ليه؟ متأسفة. أنا بلغتكم وعملت اللي عليا. احنا متشكرين جدا. أنت أديتي لنا أكبر خدمة عمرنا ما هننساها. ألو؟ ألو؟ قفلت السكة. إيه الحكاية؟ مرات أبو الدهب. مالها؟ اتكلمت وبتقول إن جوزي هيقوم بعملية تهريب الليلة. طب وساكت ليه؟ أنا خايف تكون مصيادة. نتصل بمراته ونتأكد. لا خلينا بعيد، أنا هعمل كل احتياطاتي. يعني حضرتك بتشتغل معاه في التوريدات برضو؟ لا يا فندم، أنا بشتغل في التصريفات. آه يعني بتوزع البضاعة. الله، هو قال لك على سر الشغلة ولا إيه؟ طبعًا مش جوزي هيخبي عليا شغله ليه؟ لا يعني لا مؤاخذة، أصل الستات بتخاف من الشغلانة اللي زي دي. شغلانة إيه اللي هخاف منها؟ الله، حضرتك مش بتقولي أبو الدهب قال لك على كل حاجة عن الشغل؟ أيوه. ما قالكيش إنه أكبر مهرب؟ مهرب؟ اخلص قطع لسانك، أنا جوزي مهرب؟ زعجت ليه؟ أنت فاكراني بوليس؟ ده أنا صاحب. إذا ما خرجتش حالا أنا هسلمك للبوليس. ما تزعليش، حقك علي. اخرج اخرج. خارجين. مهرب؟ قصدك ايه؟ زعلت ليه؟ انت بتكذب عليا؟ انا عمري ما كذبت عليك. كذبه صغيره.
زي ايه؟ انت عارفها. كلميني كويس، انا مش فاضيلك، عندي شغل. انهي شغل؟ اللي قلتهولي ولا اللي مخبيه عليا؟ مخبيه عليكي، انت عارفه ان انا بشتغل في شركه التوريدات. توريدات ولا مهربات؟ مهربات؟ مين قالك كده؟ اتكلمي. سيب ايدي، سيب ايدي. لكن خساره ودي نفسي بتاهي علشانك، علشان واحده بتكذب جوزها وبتصدق كلام الناس. على العموم انا هرجع لك تاني علشان اطفي حسابي معاكي. ارجوك ما تخرجش، اذا كنت بتحبني ما تخرجش. اوعي، بلاش كلام فاضي. رايح فين المسلسل ده؟ مش شغلك. ايه المسلسل ده؟ ما كنتش. اوعي بقول لك، سيبيني سيبيني. حالتكم جاهزة؟ جاهزة. وانت؟ جاهز. هنروح فين؟ عزبة النخل. التاكسي اللي قدامنا ماشي وراه برضو؟ في واحدة ست يا فندم. لازم مراته. اسرع يا قسطى واكسر عليهم. حاضر يا فندم. كويس كده، اصبر. انت بتخبط علينا. اما تكون ماشي مسرع لازم تعمل حساب اللي جايين وراك. حصل خير، انا بحب اروح البوليس. وعليه بوليس؟ مفيش داعي. انا مستعجله قوي. لازم اغير العجله. غير العجله ونعمل ايه؟ الهانم رايحه فين؟ في السكه دي ولا فيش تاكسات؟ الطريق مقطوع، تحب نوصلك؟ هكون متشكره جدا. عايزه حضرتك تروحي فين؟ ورا التاكسي اللي سبقني. اتفضلي. اتفضلي.